المشاهد الكريم، أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة في حوار آخر. اليوم نحن في موضوع مهم، هل اكتملت الثورة؟ حراك كبير ينتظم دواوين الحكومة ومقار لجان الفنية التي وكلت إليها ملفات ضمنتها الوثيقة الدستورية، ملفات عاجلة أخرى ذات أولوية تشغل المكلفين بإدارة الفترة الانتقالية لإنجاحها وعبورها حتى قيام الأمور كما يتبنى صنع القرار. كيف تعبر الحكومة المدنية متارس الثورة المضادة؟ ولا أي مدى تحافظ أو تحتفظ الحكومة المدنية بثقة المقاومة والثوار في ظل هذا الشكل الاقتصادي؟ كل هذه التساؤلات وغيرها على طاولة الأستاذ عادل خلف الله، القيادي بقوى الحرية والتغيير ومسؤول اللجنة الاقتصادية في حزب البحث العربي الاشتراكي. أستاذ عادل أهلا ومرحبا بك. أهلا بك وبمشاهديك وبالحوار الآخر. يمكن إحنا يعني قبل كده التقينا في حوار آخر في ملفات مختلفة، لكن بالأمس تم اجتماع ناقش تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي في ظل احتراز الجبهة الثورية على التوقيت. نعم. فمدلولات هذا الاجتماع؟ أنا أبدأ بما تمخض عنه الاجتماع بمدخل الرئيسي للحوار نفسه، هل اكتملت الثورة؟ تعبويا يعني القوة اللي صنعت الانتفاضة بتقول ما حدث من ديسمبر في السودان حتى الآن لعظمته وعمقه وسلميته والإبداع في إخراجه إنه ثورة، لكن إحنا في تقييمنا إنها هي انتفاضة اتميزت عما سبقها من انتفاضات، ولكنها طرحت مهام ثورية بتحقيق مهام فترة ما بعد الانتقال، وفي نفس الوقت متابعة العمق المستقبلي لهذه الانتفاضة. ستنتقل الانتفاضة من كونها انتفاضة بتحقيق مهام الثورية إلى ثورة، وبنضال الشعب وبوعيه وبالوفاء لشهدائه وجرحاه ومفقوده بتكتمل الثورة مهما تكالبت يعني عليها قوى الثورة المضادة. الحقيقة الاجتماع هو كان اجتماع يعني هام، ومفترض انه يتكامل يوم السبت. مبدئيا تم الاتفاق على اجراء مفاوضات تبدأ داخل المكونات وبعد ذلك بين المكونات الخمسة لقوى الحرية والتغيير بعضها البعض. نعم. لاختيار الولاة. اختيار الولاة يعني ما عقبة قدام استمرار الحوار من أجل بناء السلام ما بين السلطة الانتقالية والإخوة اللي ارتضوا التعبير عن أفكارهم ورؤاهم من مناهضة النظام السابق بالعمل المسلح. يعني تم تجاوز هذه العقبة على أن يتم اختيار ولاة لعدة أسباب، من ضمنها يعني الواقع نفسه اللي بيتعاني منه ولاية الخرطوم والولايات الأخرى ما بيتحمل الانتظار لحين ما نتوصل، وحتما حنتوصل أسس الفلسفة. شنو في انه الأولى المكلفين الموجودين العسكريين دين موجودين شغالين يعني الفلسفة شنو في انه الناس تسرع وتيرة انه يتم تغييره، خاصة يعني وجود ملف السلام واحتماده الأساسي في انه يكون في مجلس تشريعي ومشاركة اليوم في صناعة المجلس التشريعي والأولى، يعني قد تتعارض هذه مع أولوية السلام نفسها يعني. هذا السؤال والله واقعي وهام. الأول طبعا خلفية موجزة إنه الولاة الحاليين هم تم تكليفهم من قبل المجلس العسكري العسكري قبل التوصل للوثيقة الدستورية وتشكيل مجلس السيادة. ومجلس الانتقالي هو نفسه عينوا ولاة مكلفون واللي هم عمليا كانوا قادة الوحدات العسكرية. ما سياسيين اصلا؟ ما سياسيين. صحيح. راينا نحن كان في قوى الحرية والتغيير انه المطلب الشعبي اللي هو في اجماع شبه مطلق حوله حول مدنية الدولة أو الدولة دي بتتسق بانه يعني الولاة يكونوا مدنيين.
حتى نتسق مع فكرة مدنية السلطة ذاتها أو مدنية الدولة. كان في حوار ما تم التوافق على استبدال الحكام العسكريين المؤقتين بولاة مدنيين، لكن الحصل بالممارسة وبالتحديات الواجهة الولايات والولاة وعبرت عن نفسها يمكن التحديات دي في وقت واحد في 5 ولايات، يعني البحر الأحمر، كسلة، القضارف، شمال كردفان، جنوب دارفور. الخمسة ولايات دي كلها يعني اشتدت فيها الأزمات، المطالب الشعبية يعني البسيطة في مسألة الأمن، الاستقرار، الاختناقات في السلع الرئيسية بالذات الوقود والمحروقات. وقدموا احتجاجات، قدموا مذكرات، في بعض الولاة اتفهموا المسألة استجابوا للمطالب دي، في ولاة ما استجابوا، وحصل اجتماع نتيجة الحالة دي بعد سفر أكثر من عضو من مجلس السيادة للولايات اللي التهبت دي، وجوء الولاة في اجتماع مع مجلس السيادة طالبوا باستقالة وطالبوا إحفاؤه. بالإجماع بإنهاء تكليف وتسليم السلطة في الولايات لمدنيين. لكن أستاذ عادل معلش أنا هختلف معك، لأنه القصة هنا ما عجز الولاد عن أنهم يديروا الولاية، ما في ربكة في الدولة من القيام الحركة دي إلى الآن. بالمناسبة الربكة دي فعليا من ديسمبر، حتى في الأيام الأخيرة للنظام السابق الدولة كانت بتترنح وما زال الترنح ده موجود، يعني ما زالت الربكة دي موجودة الآن حتى على مستوى مجلس الوزراء، ففي ربكة الآن موجودة. ما بنقدر نقول والله يا أخي نحكم على الولاد إنهم فشلوا. لا أسيانة في سياق كلامي ما قلت ما غيمت أداهم، أنا قلت إنه جاء المطلب هم طالبوا. أيوة هم طالبوا. نعم. طالبوا لأنه حقيقة في مشاكل واجهتهم وما تزال تواجههم. المشاكل ما هي كل الدولة طبعا، مش الولايات الخمسة دي جزء حتى من يعني الأسباب الخطأ بإنهاء تكليفهم ده، قالوا إنه انشغال بإدارة الولايات أثر على أداهم في وحداتهم العسكرية. يعني ده طلب كمان مهم، الرجال السكنات جدا انه الرجال السكنات الجيش ده يقوم بواجباته الاساسيه. طيب مساله الانتقال استاذ عماد من النظام السابق للنظام الجديد ده اذا بنتصورها انها هي عمليه سهله زي انتقالنا من الصاله الضيافه حقتكم دي للاستوديو ما كانت الثوره دي قامت ولا كان الشعب ده يلا انا داير يلا دايرين الان التطمينات، لانه الجبهه الثوريه هي جبهه ثوريه واحده من حاجاتها إنها دخلت المفاوضات السلام وخلاص مهين ميس السيادة ما ينجزوا منه، لكن عينها الآن على الولايات وعينها على ميس التشريع، فعشان إحنا برضو نخلي الجبهة الثورية دي تثق، لأنه واضح إنه دي صدقة لا ترضيهم وقد تكون عقبة أساسية في خارطة طريق السلام. يعني بعد التجارب الخاضتها الحركات المسلحة مع النظام خلال سنوات حكمه الماضي وما يتوصلوا له من سواء تفاهمات أو اتفاقيات، يعني أنا لا أتصور أنه الإخوة في فصائل العمل المسلح دي يقوموا يقدموا مساومة عشان ما يتبني السلام، يعني لازم تدونه وتدونه وتدونه. فكرة المحاصصة دي ثورة ديسمبر دي جزء من المتغيرات الكبيرة اللي أحدثتها في التفكير وفي وسائل العمل، انه حاجتين، وقف الحرب دي مطلب وطني وقضيه هامه وبتتحقق بحوار، انا ما ميال اسميها تفاوض لانه التفاوض ده بيكون بين الطرفين. انا بنطلق من حقيقه انه الاخوه حملت السلاح جزء من الوطن، جزء من التغيير اللي كانوا يعني جزء من التغيير اللي أدى إلى المعطيات السياسية الماسلة قدامنا الآن، غض النظر عن إنهم هم من حوالي 25 سنة اختاروا الوسيلة بتاعت الوسيلة العنفية دي حمل السلاح، والنظام ما سقط بالعنف في النهاية، سقط سلميا فده ما حدث طارئ. عشان كده لابد إنه يعني نعيد النظر في رؤانا ونتجاوز التفكير التقليدي ده، يعني بناء السلام ما حيتحقق بصفقة أو مساومة ما بين السلطة الانتقالية وحملة السلاح. الحوار بين
حملت السلاح والسلطة ده عشان ما نوقف الحرب، لكن عشان ما نبني السلام دي مهمتنا جميعا، مهمة مكونات كل فصائل العمل الوطني المسلحة وغير المسلحة. طبعا بنفس المبدأ النبيل دي والفهم الراقي للعملية السياسية، ندخل ليه المبدأ ده بيسقط أصلا مسألة التفاوض التحاور هي إذا كانت جبهة ثورية. وأنا بالمناسبة في من هذا الاستوديو من هذا المقعد يعني في الفترة الفاتت دي يمكن زوها شهر حاورت مجموعة من الأطراف المتعلقين بالجبهة الثورية، كنت بسألهم سؤال واحد، إنه يا جماعة إذا أنتم بتفتكروا الحرية والتغيير جزء منكم، طيب ليه تخش في مفاوضات السلام؟ ما لازم جزء منكم ده نجحت في إنه البلد أصبحت ديمقراطية وأصبح زال النظام السابق، فأنتوا ليه بتقعدوا في تفاوض؟ خلوا أجدعوا سلاحكم ده وتعالوا من البلد. نعم. اكتشفنا سؤال وجيه اكتشفنا انه بعض الناس جو في الاستوديو ده في حوار اخر، ولسه الناس ممكن ترجع للاسئله دي في حلقات حوار اخر، انه في عدم ثقه انه ما زال النظام السابق موجود. احنا ما مختلفين في انه النظام السابق موجود، فاذا انت ما موجود النظام السابق ده بالوثيقه الدستوريه احنا شغالين يعني نصفي في ركائزه، وزي ما قلت يعني 30 سنه من نظام ما زي عبود ولا زي نمير. نعم. ده نظام مستند لأيديولوجية لمصالح لتحالفات. طيب. خارج الحدود على تصفيته تحتاج زمن، لكن بتستغرق. طيب. زمن وشغالين على في على على الأعلى ومن الأسفل ومن الأدنى. بعد القرار الهام الأصدر السيد وزير الحكم الاتحادي نبدأ من القاعدة الشعبية من تحت دي، مع الإجراءات اللي قاعد يتخذها مجلس الوزراء في الإبدال والإحلال لكل من غفز. طيب. للموقع اللي هو موجود. انا هتكلم عن الابدال والاحلال ده، يعني برضو هل الابدال والاحلال، انا هتكلم عن عمل اللجان، هل الابدال والاحلال ده بتكون بموضوعيه ولا الان اذا كان يا استاذ عادل اذا كان ناس اخذوا عليه تجربه الانغاس ان في 30 سنه كانت بتشرد ناس ساي وناس كانوا كفاءات لمجرد مثلا انتماء لحزب مما معارض وشردوا الناس، هل الان نقول انه والله يا اخي التجربه بتاعت الحريه والتغيير والنظام الجديد في السودان حيمارس نفس السودة، يعني برضو تشريد لناس حتى لو كانوا إسلاميين مثلا مؤتمر وطني لكن كفاءات رأس وطنيين، انت كده بتعيد المأساة من جديد. هل في منهجية للقصة دي؟ ده سؤال مهم جدا بالمناسبة أستاذ عماد، عشان ما يكون في مقارنة لابد أن يكون في أساس موضوعي للمقارنة. أنا الإنغاز ما في أي وجه شبه ولا مقارنه بين حكمها والاجراءات اللي اتخذتها والمسار الماشي فيه لناحيتين. لا. الاولى انه الانغاز قوضت نظام ديمقراطي هي مشاركه فيه، ده طبعا اللي ترتب عليه هو العنف. نعم. يعني تنكرت لمبدا التداول السلمي للسلطه وانتظار نهايه الفتره بتاعت الدورة الانتخابية عشان ما تيجي تاني يعني جات بالعنف. نرجع للقرارات الأولى اللي طلعت في الساعات الأولى من الانقلاب وغارم بما يجري لحد الآن. عمر البشير في 6 ساعات طلع له قرارات، حل الأحزاب، حل النقابات ومصادرة الدورة، حل الصحافة، حل. وبعد ذاك هو مستند لحزب رئيسه، قال انا قلت للبشير اذهب الى القصر رئيسا وانا اذهب الى السجن حبيسا الله يرحمه. نعم. وبعد ذاك جايين بمشروع حضاري وبفلسفه للرؤيه بتاعت اعاده صياغه ده كله ما اختلف فيه. انا ما داير انا لا ما داير السيناريو، انا ما داير انه ما يتكرر السيناريو بتاع عنف ده ثاني من جديد. لا انا داير امشي عشان ما اكد حقيقه انه التمكين وتشريد العاملين في جهاز الدولة والتناقض مع وظيفة الدولة نفسها من إنها هي الانتماء لها والتدرج والانتساب والترقي والتدريب بيعتمد على مؤهلك، على كفاءتك، على خبرتك، على لوائح. ده تلغى كله بتحت سنابك التمكين والمشروع الحضاري اللي هو ده تمكين بتاع حزب واحد. الآن نحن بنقول الحرية والتغيير من منبرك الممتاز ده ونقوله بالصوت العالي، دايرين نمكن شعبنا. وإذا نمكن شعبنا بدءا من القاعدة تحت من اللجان بتاعت التغيير والخدمات. نعم. باعتبار دي ركيزة للحكم المحلي. وبعد ذلك نصعد
وتبقى الخدمة المدنية هي خدمة مستقلة، الانتماء لها بالمؤهل بالتدرج وكده. أنا الموجودين الآن في قمة جهاز الدولة سواء في الخدمة المدنية، المفوضيات، الجهاز المصرفي، الأجهزة العسكرية، الأجهزة النظامية، ما جاء نتيجة تدرج طبيعي. نعم. طيب أنا 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 دارف يعمل لي دار علي على النقطة بس حقه مهمة جدا. أنا ما مختلف معك في كلامك، لكن بتكلم في إنه أنا عشان أقوم أعمل غربلة جديدة في المؤسسات تحت الدولة لازم أشوف منو الإيجابي ومنو السلبي. ده صحيح. يعني أنا قريت مثلا من غير ذكر اسم الوزير أو الوزيرة، واحد من الوزراء تم تعيينهم في حكومة السيد حمدوغ رئيس الوزراء، قال إنه تعيينه أو قالت تعيينه هو انتصار لكرامته أو كرامته، كويس، لأنه هذا الوزير تم فصله في 89 وفي درجة كانت قليلة يعني في السلك اللي كان شغال فيه. جاب بعد 30 سنة أو جاب بعد 30 سنة هذا الوزير بيفتكر إنه تعيينه عبارة عن انتصار له يعني. وده بالمناسبة بيلقي دائرة ضوء ما إيجابية على الوزير نفسه. وده تصريح ما كان موفق له، وبدي دائرة ضوء برضه غير إيجابية في إنه ما يحدث الآن من إعادة بناء الدولة السودانية قايمة على محاصصات بتاعت علاقات أخلاقية فقط. أخلاقية بمعنى إنه والله يا أخي أنا زوري في الحزب ده شالوه رجعوا. ده من معيار الأساسي، المعيار الأساسي الكفاءة. إذا أنا وأنت بوعي سمينا بالفكرة دي الشعب ممكن ما يسمو بها. أنا وده دور نحن الآن المشاهد بتابعنا ده البسيط على المثقف السياسيين على غيره لازم يستوعب إنه ما زي دور في الدولة السودانية. هو لو رجعنا للتكوين بتاع الحكومات، يعني حتى التكوين اللي بيجي نتيجة انتخابات عامة، نعم، وبعد ذاك بيجي بائتلاف حزبي ولا وفاق ولا تحت أي مسمى، حتى الوزراء اللي بيجوا نتيجة الإرادة الشعبية دي بالتصويت، نعم، مرات ما بيكونوا بالمستوى اللي دايروا صوتوا نفسه. نحن لا ننفي إنه التعيين اللي تم الآن ده هو تم نتيجة يعني ترشيحات جت من كتل معينة متنوعة، نعم، وهو يعني نجي نقول انه هو بيرفكت بنسبة 100%. نعم. هو اللي اختاروهم بشر، والوزير ده ذاته بشر، والانسان ذاته لما ينتقل من معارضة لسلطة دي نغلة يعني ما عادية وما سهلة، وكمان قدام شعبنا بنشير لانه في بعض التعيينات تمت لوكلاء يعني نتيجة الضغط والحاجة والتسرع ما كانت مرضية حتى لنا في قوى الحرية والتغيير. نعم. نعم. ولكن القاعدة الذهبية إنه في النهاية يعني الإصلاح والتغيير هو مهم وضروري عشان ما نصل لمؤسسات بتاعت فترة انتقالية بمستوى التحديات الموجودة وبمستوى الكفاءة المطلوب. نعم. طيب نجي لعمال اللجان دي نفسها، يعني في مثلا اللي يتفضل احتصام لجنة التحقيق اللي تم تكوين الآن، نعم، هل تسير على ما هو مطلوب منها ولا في بطء في المسألة دي؟ هي تم تكوينها، أدت القسم، الآن تحدد لها مقر أو موقع، المفروض تتوفر من خلال الموقع ده يعني المطلوبات اللوجستية. الأهم من المقر والمعينات المساعدة لأنها تؤدي واجبها إنه مؤسسات الفترة الانتقالية، جماهير شعبنا، كل من يمتلك وثائق وأدلة حول جريمة فضل الاعتصام يزود هذه اللجنة. مفترض مؤسستي الفترة الانتقالية السيادية والتنفيذية تتيح لها المناخ الملائم عشان ما تؤدي وظيفتها وتكون اسم على مسمى إنها لجنة تحقيق مستقلة. هي طبعا انشئت بموجب القانون 1954، والقانون ده بيخليها انها يعني من عندها الحق في انها تطلب اي معلومه، تلتقي باي شخص، تصل لاي من تراهم شهود او ممتلكين، وتستدعي من تراه، نعم، تستدعي، نعم، من تراه مناسب، نعم، وبعد ذاك ما تتوصل له تسيقه في تقرير ينشر في الجازيتا أو في الجريدة الرسمية
لوزارة العدل أو لحكومة السودان. وبعد ذلك كل من لديه المصلحة في استرداد حقه في الإنصاف في القصاص نتيجة ما ورد في هذا النشر من معلومات يحرك الإجراءات الجنائية. في بعض القانونيين أنا برضو قريت تعليقات مهمة جدا. بعض القانونيين يعني طعنوا في سير هذه اللجان وبعض التشكيلات القانونية تمت في إنها ما مستوفية كل الشكل القانوني. لا، اللجنة بتاعت التحقيق المستقلة، نعم، لا هي مستوفية نفس مستوفية موجبات إنشاء، تحددت مهامة مستندة لقانون وأهملت مدة. نعم، سيف، في لجنة اللي هي لجنة المفصولين تعسفية من الخدمة المدنية منذ 30 يونيو، طبعا يعني إذا سويت في زور كان عمره 20 سنة في 30 يونيو دي 89، هسه الآن عمره 50 سنة، مش صحيح؟ قرب للمعاش ونسبة كبيرة دخلت السنة المعاشية. السنة المعاشية، فاللجنة دي الفلسفة منها شنو يعني؟ دارين يعني يرجعوا ناس حقهم ولا الفكرة وين؟ الفلسفة دي يعني ما شايف انه كثرة اللجان دي برضه مشكلة. الوثيقة الدستورية يعني نحن تكلمنا غير عن 16 مهمة من مهام الفترة الانتقالية، في فصل آخر بيتكلم عن العدالة الانتقالية. فده نوع من الانصاف والعدالة. اي لكن ما شايف معي انه ما بيكون من العدالة انه ناس تبني البلد بشكل افضل، بيعوض الناس. في ناس ما يزال عندهم القدرة على العطاء، على العطاء. ولو بعد الانصاف ده عندنا الفكرة بتاعت اللجان الاستشارية، لجان استشارية طوعية. طوعية؟ طوعية من كفاءات وطنية، يعني ما جزء من الخدمة المدنية العامة. لا، ما في مقابل، ما ملزمين بلائحة، وفي النهاية هي بتقدم يعني مشورة ودراسات ونصح. ده كلام ممتاز. لكل يعني وزيرة، لكل وزارة من الوزارات، منها إننا نعالج جزء من الإحساس العام ده إنه أحيانا في بطء. وحقيقة يعني وزرانا ديل انت لو جيت هسه شفتها صفحت اسمهم يعني هو عشان يعرف الوزارة ويعرف قانون الوزارة ذاته محتاج له لوقت. لأنه كانوا بعيدين من الدولة، لأنه بعيدين من الدولة، لأنه الدولة ما كانت مفتوحة لكل الناس. فعشان كده وزارة معظم جاي الهيئة من برا البلد. الهيئة دي يعني الاستشارية دي مهمتها إنها يعني تغلص الجهد وفي نفس الوقت تقدم عصارة خبراتها، ونحن مراعين فيها إنها تشكل من ناس كانوا داخل الوزارات أغلب ذاته ما غادر السودان رغم الظروف الغاهرة دي. وحنبدأ بالوزارات اللي هي يعني أخذت مهام أكثر من وزارة، يعني حنبدأ بالثقافة والإعلام بالمالية. يعني هسه طيب أنا يعني إذا مثلا في فترة من في التاريخ السياسي السوداني ده حصلت مفاصلة بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي. نعم. في ناس من المؤتمر الشعبي ديلكم إسلاميين لكن طلعوا برا الشارع، بس المؤتمر طلعوهم برا مفصولين. هاي ما حصلت 99 ديل حترجعوهم. السؤال هذا بعد الفاصل. خلينا اجابته السؤال بعد الفاصل. جميل، تابعونا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل في هذا في حضرة ضيف الاستاذ عادل خلف الله القيادي بقول الحرية والتغيير، فكونوا معنا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، نحن ما زلنا متواصلين في حوار اخر مع ضيف الاستاذ عادل خلف الله القيادي بقوى الحريه والتغيير، وموضوع اليوم هل اكتملت الثوره. استاذ عادل، قبل ما امشي لملف مهم جدا الان مشغل بال الناس، ملف الاقتصاد، انا بس داير منك تطمينات في سير عمل هذه اللجان وحياديتها وعدالتها. يعني بقرار التأسيس وبأداء الغسم وبالمطلوبات اللي قلنا مفترض إنها تتحقق، واستناد أستاذ عماد لنقطة مهمة جدا في الفصل الثاني في الوثيقة الدستورية
والوثيقة الدستورية دي هي طبعا اللي بتحدد طبيعة العلاقة بين مؤسسات الفترة الانتقالية ومهامها وواجباتها واختصاصاتها، وفي نفس الوقت مؤسسات الفترة الانتقالية دي والشعب وتطلعاته الثورية طرحت الانتفاضة. الوثيقة الدستورية دي فيها الفصل الثاني اسمه مهام الفترة الانتقالية، نعم 16 مهم، الستة الأول منها مرتبطة بالمحور اللي تفضلت به في البداية دي اللي هو مثل بناء السلام، العشر الأواخر يعني هي متحققة في إنه كيف نوفر متطلبات الانتقال من نظام سابق اتصف به لنظام تعدد ديمقراطي ينتهي بإجراء انتخابات إلى حد ما حرة ونزيهة. فيها بند بيتكلم عن المحاسب لخمسة فئات، يعني انتهى كرامة أي مواطن سوداني شارك أو أعطى أو نفذ كل جريمة تندرج تحت طائلة الجرائم ضد الإنسانية وهي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، كل من استخدم السلطة خارج نطاقها وحقق بها مكاسب خاصة له كفرد أو كجماعة أو استخدمها للإضرار بمصالح الغير. الخمسة فئات دي الوثيقة الدستورية بتقول إنه محاسبتهم تتم وفق توفير شروط العدالة في المحكمة، لكن تحت قاعدتين ذهبيتين، الأولى ما في جريمة بتسقط بالتقادم، اثنين تفعيل أو الانسجام مع مبدأ لا إفلات من العقاب. نعم. وبالتالي لجنة التحقيق المستقلة دي عدالة كاملة إذا اتوصلت لإدانة أي شخص، نعم، غض النظر عن موقعه في مؤسسات السلطة الانتقالية أو خارجها، هو محكوم بالاثنين دين، ما في عقوبة بتسقط وما في إفلات من العقاب. نعم. وبهذا بنضمن نزاهة، بنضمن عدالة، بنضمن إنصاف لشهدانا وجرحانا ومفقودينا، نعم، وإرساء في نفس الوقت مبدأ سيادة حكم القانون اللي هو ده العمود الفقري للدولة المدنية. نعم. وأنا داخل على الاستوديو قبل الحلقة فكنت مع أستاذ أمير، نعم، المنتج بتاع الحلقة، فبتونس إنه والله يا أخي فترة كده قريب العربات أسعارها قلت تاني ارتفعت ارتفاع جنوني. أستاذ أمير ضحك، قال لي لأنه الدولار الجنيه هبط هبوط، الهبوط الناعم ده هبوط ناعم ولا هبوط قاسي؟ انت اقتصادي سؤال، يعني انت ده غرضك بونسك؟ نعم، تخصصك الزول بونسه غرضه القصه بتاعت الجنيه الوقع في الواطه دي حلوها كيف؟ انت لو شئت الدقه بدايه ما نصل له لينا مره بمحطتين، المحطه الاولى ما عرف في تاريخنا الوطني بمصالحة 77-78. أيوة نعم. حتى هذا التاريخ لم يكن الجنيه مرتبط بالدولار، كان القيمة المعيارية بتاعته الاسترليني مستمدة من احتياطينا في البنك المركزي بالذهب، من الذهب واحتياطينا في سويسرا. نعم. وعشان كده الناس اللي كانوا معاصرين الفترة ديك وبيعتزوا بالجنيه السوداني ده بيقولوا على الجنيه السويسري. نعم. واحدة من الإشكالات الخطيرة اللي حصلت في الاقتصاد السوداني ربط الجنيه معياريا بالدولار، ده تم في المصالحة، والكلام ده ذكره إبراهيم مريم منصور في مذكراته بالمناسبة. نعم. يعني أية هذه النقطة، يعني قال إنه واحدة من المشاكل صحيح في مذكرة السيد إبراهيم مريم منصور وزير المالية في مايو، قال ربط الجنيه بالدولار هي عامل بداية الأزمة الاقتصادية الحالية. صحيح. لكن ما ده كمان استاندر عالمي. لا هو ما عالمي، ما هو زي ما قلت لك أنا لحد الفترة دي جنيهنا العزيز ده ما كان مربوط بالدولار. نعم. لكن كان في بعدين الدولار ذاته الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي قامت بعملية سطو كبيرة جدا، زي عملية السطو اللي قامت بها الجبهة القومية على موارد البلاد بعد قرصة اقتصادية. نعم. هنا بيتطابقوا. نعم. نيكسون يعني فاجأ العالم في 72 بأنه قال الولايات المتحدة الأمريكية ما ملزمة
بانه الاقتصاديات ربطت نفسها بالدولار بموجب الاتفاق بتاع دايتون. دايتون ايوه 44 44 في انه الجنيه عنده يعني فاصلة 20 24 اونصه من الذهب. قال ما عندنا ذهب نديه لاي زول. سميت عالميا صدمه نيكسون او نيكسون شوك. ومع ذلك استمرت كثير من اقتصاديات العالم رابطه القيمه المعياريه لعملاتها بالدولار بالدولار. نعم. مش نتيجه قوه الاقتصاد الامريكي او قوه الدولار نفسه. في مفكر امريكي مهم جدا استاذ عماد تشنوميسكي، هو يهودي امريكي من اصول امريكيه، قال قبل غزو امريكا للعراق واحتلاله، الان قال الدولار الامريكي لا يساوي قيمه طباعته. من وين مستمده امريكا قوتها دي؟ هي مستمدها من، رغم انها هي صحيح اكبر اقتصاد، لكن مستمدها من يعني من السطوة العسكرية بتاعتها المخابراتية، الشركات الكبرى المسيطرة على يعني الانسجام. زي ما قال الفريق صلاح قوش في حوار، قال عبارة جميلة جدا، قال امريكا بتجيب حقها بضراعة. نعم، طبعا وسط قمتها اللي هو يعني نحن او انا بفتكر انه امريكا يعني بارعه جدا في صناعه، زي ما مؤسستها بتاعت هوليود بارعه في انها تنتج النجوم. نعم. عندها مؤسسه بقت خطيره جدا، هي بتصنع الرئيس. نعم. يعني بين كل فتره تورنوميسكي اشرت له قبيل في كتابه ده نفسه اشار لانه امريكا دي هي اسطع نموذج قال لنظام الحزب الواحد. نعم. يعني قال الجمهوري والديمقراطي ديل هم وكيل، لكن يعني استاذ عادل للاسف يعني هبوط الجنيه وكلام عن اقتصاد الدولار ده اثر تاثير مباشر في ارتفاع الاسعار. يعني هسه لو مشيت هسه وطلعنا احنا بعد الحلقه دي دايرين نشتري لنا فول، بديك كمشتين فول ب 10 جنيه صح؟ صحيح. ده كلام كلام بتاع بتاع ناس بسيطين جدا. لو سالت بتاع الفول قلت له الفول ده ب 10 جنيه ليه؟ اول حاجه بقول لك الدولار ارتفع. لا بقول لك في مشكله بالفول، لا بقول لك الفول ده جاني من السليم، في ما بقول لك اي حاجه، بقول لك الدولار بيكم. ما انا عشان كده حرصت قلت انه اكبر خطا قاتل في مسيرة التطور الوطني في السودان ربط الجنيه السوداني بالدولار، بقيت ربط العقليه السودانيه بالدولار. فصاحب الفول عنده الحق يعني اي بايع اي مشتري بيربط، لانه دي كده. والخطوره في المسار ده وين؟ انه بيؤدي زي مصطلح اقتصادي عرف بالدولره، يعني بعد شويه ذاته زي ما حصل في بعض البلدان انه بقت ما بتتداول بالعمله الوطنيه حقتها، بقت تتعامل بالدولار. نعم. هسه عندنا في السودان هنا بدات مظاهرها انه في فئات اجتماعيه مثلا عقاراتك تشتريها بالدولار، بيقول لك انا داير في العقار بتاعي يا استاذ عادل، شفت قلت الخير دي بالدولار. ده بدايه ل يعني الدولار للمخاطر بتاعت. نعم ده. العامل الثاني اللي انا قلته يعني ضربته بما حصل في امريكا في نيكسون شوك، نجي للجبهه القوميه الاسلاميه شوك. اللي هو من اغسطس 92 بعد المؤتمر، ما سمي بالمؤتمر الوطني الاقتصادي والسياسات اللي اعلنها عبد الرحيم حمدي فيما سمي بعدم الدقه بسياسه التحرير الاقتصادي. دي ما سياسه التحرير، هي سياسه هيمنه، يعني هي هيمنة اقتصادية معبرة عن المكملة للهيمنة السياسية بتاعت التمكين. نعم. فشنت حملة شعواء جدا على موارد البلد، على ثرواتها، على بيع أصول الدولة ومؤسساتها. ومن هنا يعني أنا قاعد أقول إنه الموازنة اللي قاعدين نعدها لها العدة دي أسا هي مرتبطة، يعني في جانب منها بدون حرج على السؤال تاني، مرتبطة جدا بإعادة إصلاح في عدد من القوانين. يعني قانون الاستثمار، قانون الضرائب، غيره، لكن الاهم منها انه سيد مجلس الوزراء، ساده مجلس الوزراء يفتحوا سجل ولا دفتر جديد لمراجعه اصول الدوله السودانيه، لانه مع الحمله الواسعه دي بتاع تغيير المؤسسات، تحويلها لصالح حزب، تحويلها لصالح رموز،
التلاعب الكبير في السجل الأراضي، مؤسسات هي خاضعة للدولة لكن عمليا هي مدارة وفي قطاع خاص أو لمصلحة الحزب أو لمصلحة الجماعة، واختلط زي ما بيقولوا الناس الحابل بالنابل. لابد أنه يعني نفرز الأوراق دي ونشوف أصول الدولة ونبدأ نعتبرها دي موازنة بتاعت أساس لرجوع الأصول بتاعت الدولة، ملاحقة ما تم تصفيته بشكل ما توفرت فيه الشهور بتاعت تأخذ زمن، لكن تأخذ ولا ضاع حق وراءه مطالب. طيب لكن الآن حق الأجيال أستاذ عادل، الآن ناس في أزمة حقيقية. لا أنا قصدي لك إن هذه جبتها ليك في جانب من التخريب الاقتصادي الوصل لحد نعم. إن وصول الدولة كما معروف. نعم. طيب الآن نجي لمورد هام تاني مثلا، شوف أنا قاعد أقوله لأنه ده واحد من الحلول العاجلة. نعم. الذهب نحن بننتج كم طن من الذهب ما معروف. بنك السودان يديك رقم، وزارة المعادن تديك رقم، المعدنيين يدوك رقم. ما لأنه الذهب بذاته جاهز، يعني ما في جهة واحدة بتعدنه، ما في جهة واحدة بتستخرجه. لا ما للسبب ده. ما هي دي برضو واحدة المشاكل. إذا استخدمت مصطلحك الجوطة دي، الجوطة دي هي مهندسة لها إنها تكون في جوطة عشان يتم نهب، تعمل تحتيم للرقم الحقيقي. نعم. يعني البنك السودان بيقول 147 طن، هو أنا اشتريت 43. طيب أنا في 104 طن قال يتهربت، يعني شوف بيتهرب. طيب عادل الطن بتاع الذهب ما قلم القلم الحبر بتاعي ده حتى يتهرب. ليه يتهرب؟ بيتهربوا منه؟ كيف يتهرب؟ نعم. فده برضو دائرة محتاج يعني بشكل عام بدون ما أفصل إنه عندنا واحدة من القضايا اللي بتواجهنا عشان نبني اقتصاد وتخطيط استراتيجي على أسس صحيحة، مش للفترة الانتقالية دي بس نشتغل رزق اليوم باليوم مع أهمية دي، لا عشان نجنب اقتصادنا الدوران في الحلقة المفرغة دي محتاجين لبيانات. أنا أفضل لي خمسة دقائق، الأخ المخرج أستاذ علي أشار لخمسة دقائق، لكن دائرة مر على ملفين سريع. يعني هل في أمل الآن يحصل هبوط ارتفاع للجنيه السوداني؟ أنا مقبل داير أكمل داير أقول إنه القيمة ذاته اللي بيصل الآن الجنيه مقابل الدولار هي ما قيمة حقيقية، لأنه هو خالف التعريف المتعارف عليه اقتصاديا بفكرة النقود. يعني الجنيه ما عاد قيمة حافظة للقوة الشرائية. الكلام عن تعويم الجنيه ده وبالتالي يعني هي دي قيمة ما حقيقية تخضع للمضاربات. واحدة من المعالجات إننا ننتج فقط 150 طن من الذهب بس، 150 بس، 100 بتعادل المبلغ اللي تفضل به وزير المالية قال هو داير ده قال داير 5 مليار دولار، 100 طن بتوفر بسعر اليوم 4.800 مليار. يا هل خمسة. نعم. الخمسين دي خدتها في البنك الدولي في البنك المركزي بتاعنا عشان ما نرجع لزمان للي تدمر بعد مصالحة 78، انه الجنيه يبقى قيمته المعيارية من رصيده من الذهب. طيب عندنا ميزة تاني ودي يعني لن نمل تكرارها وحنضغط عشان ما تتحقق، بنقول وعبرك وعبر هذا البرنامج المتابع انه المدخل الصحيح لتجاوز الأزمة لخفض الأسعار لاسترداد الجنيه لعافيته انه تعتمد الموازنة بتاعتنا بين عدة دي على موارد حقيقية. الموارد الحقيقية دي في قطاعنا الزراعي، زيادة الانتاج، الجهاز المصرفي يسخر عشان ما يدعم الانتاج والمنتجين، نفتح حساب في بنك السودان جنيه، حساب الكرامة الوطنية، السودانيين اللي قاعد يضحوا بأبناء وبنات ووكت وطاغات عشان ما يجيبوا وضع أفضل يعبر عن نفسهم لن يتوانوا في دفع الغالي والنفيس عشان ما يسندوا سلطتهم. أستاذ عادل لنا قبل ما فضل دقيقتين قبل ما أختم، الشخصية السودانية قبل له زمن قريب يعني تطلع الصباح 7 صباحا تخش مكتبة الساعة 3 بترجع تطلع من المكتب 4 تكون في البيت يعني. لكن الآن ما في مواصلات. وينطبق عليهم ما قالوا الفنان الراحل إبراهيم عوض 200 يا ربي تاني تلمنا. لأنه زو بيطلع مكتبه 3 بيجي الساعة 10 بالليل. فازمة المواصلات ملف. ملف وهو ملف طويل زمن برنامجك ما يسمح، لكن أنا أقول هي يعني هي أزمة مستعصية ومفتعلة. مفتعلة أو مستعصية؟ مستعصية ومفتعلة، في حلول قريبة. وفي حلول بعيدة. جزء من الحلول القريبة يعني اللجنة اللي اتشكلت لجنة وزارية
فيها اثنين من وزراء مجلس الوزراء، حصرت يعني مثلا واحد من الوسائل الهامة جدا شركة مواصلات الخرطوم. أيوه. البصات العاملة حاليا ولسه فيها حيل ومتحركة 148 بص، في حين انه في 640 قاعد ما مواصفات بالمناسبة، لانه عدم الصيانة غير مطابق للمواصفات. انت لازم، لا انا ما بتكلم عن الجاية اللي اشتراها من السعودية دي، ودي لازم تصان في السعودية وتجي لانه تكلف صيانتها هنا. لكن انا اقصد لك انه شركة المواصلات عندها اسطول كان شغال، واحدة من اشكالاته عدم الصيانة. في واحدة من اشكالاتنا في هذه بتجي ذاتها منتهية. في من يوم 21 اكتوبر نوفمبر القطر، يعني القطر اللي هو من الجيلي لمحطة بحري، نعم، وبعد اسبوعين من بحري السيارة للشجرة، نعم، حتى يؤهل الطريق ويمشي. نعم. في مواعين النغل النهري، ضوابط للحافلات، تشجيع لهم بانه تخفيض قيمة الكلام ده كده في الالتزام في كم تقريبا؟ يعني نبشر السادة المشاهدين شركة المواصلات حتحل في كم؟ نقول اسبوعين لقدام، يعني حتنفرج تدريجيا من خلال اسبوعين ان شاء الله تعالى. عندنا مجموعه بتاعت محاور ما ناقشناها، نعم، غالبا الاربعه جاي نناقش ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. انا شاكر لك جدا استاذ عادل خلفان، انا سعيد بتجديد اللقاء معاكم ومع مشاهدينا. كتر خيرك. شكرا كثير كتر خيرك. اذا عايز المشاهد الكريم، كان حلقتنا مع الاستاذ عادل خلف الله، الكاتب هو الحريه والتغيير والخبير الاقتصادي بحزب البحث العربي الاشتراكي. ان شاء الله نخليكم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله.